رئيس مسلم لدولة إسلامية. والله نورت يا أخوي، جبتها ورا، جبت ضرافها، حط لي مادة شريعة، شريعة في الدستور، الشريعة الإسلامية لا تتماشى مع مواثيق قوانين حقوق الإنسان. دستور يحوي على مادة الشريعة هو دستور ليس فاسد، دستور فاسد، لأنه ما بيساويش بين كل أطياف المجتمع. خلي المسلم فوق والثالث درجة ثالثة. يقول لك المسيح اللي بيتحكم عليه بالإعدام يروح للمفتي. طب ليه المسيح يروح للمفتي؟ أحبائي في مصر والعالم كله، تحياتي من قناة الصوت الصارخ، معكم دكتور وليد رؤوف. ندافع عن كل إنسان مظلوم، مؤمنا كان أو ملحدا. الخط الفاصل في كل قضايانا التي نتناولها هو الحق. نأخذ قدوتنا في الثورة على الظلم والطغيان من السائر الأول والأعظم، وهو القديس يوحنا المعمدان، أعظم مواليد النساء. مبرع المذنب والمذنب البريء كلاهما مكرهة الرب. من فضلكم نطلب دعمكم بالمشاركة بالقناة وتفعيل زر الجرس. دمتم في رعاية الله. دكتور وليد رؤوف. مساء الخير أحبائي في مصر والعالم كله، من قناة الصوت الصارخ أقدم لكم هذه الحلقة. في إشاعة طلعت من الإعلام المصري إن إحنا هنغزو الخليج ونحتله. في إشاعة طلعت من الإعلام المصري قال لك إحنا ممكن الخليج ده نحتله في شوية دقايق. الولد الشاب المصري ده قال لا، أنا لو مصر حاربت الخليج أنا هقف مع الخليج واتجند وحارب الجيش المصري، لأن وطني هو الوطن اللي فيه كرامتي، وأنا لقيت كرامتي هنا. السؤال هنا، لما أنت عايز تحارب الخليج وعندك غواصات كما ذكر أحمد السلايمي والطيارات البوينج والمليارات، عملت إيه في موضوع سد النهضة؟ قعدت تبلع ريقك؟ طياراتك وغواصاتك عملت بيها إيه؟ فلوس اللي جوعت بيها الشعب دي وبنيت بيها قصور، قصور ديكور وغواصات ديكور وطيارات ديكور يا شيكافوريا، وتقول لي بعد كده مش فساد؟ ده احنا ما شفناش فساد قد العصر ده. يعني احنا بنقول لو تدرجنا من السادات، من جمال للسادات، لحسني، لمرسي، للسيسي، اسوأ عصر في كل دول السيسي، اسوأ عصر بدون مبالغة. فنختشي شوية لما نيجي نتكلم في نقطة زي دي، نختشي شوية. لو جينا لنقطة حساب العسكر من 52، أنا ليه بقول لك ليه؟ أنا لو جه أحمد فؤاد النهارده وقال لي امسك مصر، قول عليا مجموح، هقول تعالى يا عم، تعالى امسك أنت ملك مصر، ملك طول العمر. بس الوزارة اللي بتتحكم في الشعب بتتغير، ويكون عندنا مجلس شعب حر، مش مجلس شعب بلابيس زي مجلس علي علوكة وغيره وحازم والعالم دي. حساب العسكر جه جمال عبد الناصر، تمام، راجل حلو وطويل وعريض وزي الفل، ومع المسيحيين ما كانش وحش، ماشي، رضى الإسلاميين، عمل لهم إذاعة القرآن الكريم، ها، وعمل لهم الأزهر، كلية الأزهر اللي ما بتقبلش مسيحيين، كله عشان يقف قدام تفوق الطلبة المسيحيين، يعرف يلاقي طبيب هنا المسيحي عايز 90% عشان يدخل طب، لا أنا داخل هنا ب70 في الأزهر. بتاع الهندسة عايز 88%، لا هنا ب65 أدخله في الأزهر. ده عملها أول نقطة، أول بنك. عملنا إيه تاني؟ تأميم حرامية، حرامية ونصابين. تأميم ده نصب. إيه تأمم؟ ليه تأمم أموال الناس وتعبد فيها؟ تأممها ليه؟ ده نصب. ها؟ إيه تاني؟ حرب اليمن اللي ضيع فيها شبابنا 150,000 ماتوا فيها. ها؟ إيه تاني؟ 56 بتاع تأميم القناة، مع ضربنا في 56، وكان يا دوب كام؟ 3 سنين فاضلة على 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 امتياز قناة السويس ويخلص. ها؟ إيه تاني؟ نكس 67 اللي ضاع، ايه اخدنا منه غير شيكافوريا يعني، وارمي اسرائيل في البحر، و بريطانيا قالت لي انت ابن كلب، انا بقول لهم انت بنت 60 كلب. طب مين في الاخر؟ مين ضحك في الاخر؟ مين الكلب اللي ضحك في الاخر؟ مين؟ ادي عصر
ادي عصر اي نعم، بس بالنسبه للوحده الوطنيه كان برضو احسن من عصر السادات اللي محشش، اللي الحسنه الوحيده اللي فيه مبادره 73 73، لكن بعد كده ايه؟ رئيس مسلم لدوله اسلاميه، والله نورت يا اخوي، جبتها ورا، جبت ضرافها، حط لي ماده شريعه، شريعه في الدستور، الشريعة الإسلامية لا تتماشى مع مواثيق قوانين حقوق الإنسان. دستور يحوي على مادة الشريعة هو دستور ليس فاسد، دستور فاسد. لأنه ما بيساويش بين كل أطياف المجتمع. يخلي المسلم فوق والثالث درجة ثالثة. يقول لك المسيح لما يتحكم عليه بالإعدام يروح للمفتي، طب ليه المسيح يروح للمفتي؟ ليه المسيح؟ ما يروح روح للبابا. لا اقول لك الشريعه الاسلاميه. طب مسيح قتل المسيح يروح للمفتي ليه؟ لا برضه لا 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 لا. طب ليه؟ ده عمك الحاج السادات حسني، حسني ما خانش البلد، البلد اتسرقت وكان في فساد فيه في ايام، وبرضه ايام السادات كان في شويه فساد، مع الانفتاح كان في فساد كتير. ايام حسني في الاول قال لك امسك ومسك عصمه السادات وكلام من ده وماشي، بس كله بعد كده اشتغل في فساد وفي التجاره، بس ما فرطش في البلد، ما فرطش في ارض مصر، ما كانش حد يجرؤ على انه يبني سد على اثيوبيا، جاب لنا طابه، لكن ساب الجماعات داعبه، ساب يبقى في نسبه فساد وساب الجماعات لغايه ما وصلت ل 80 كرسي في البرلمان. اعدام الخنازير برضو ناحية مزايدة في الناحية الدينية، نقتل الخنازير عشان حرام، وفي الاخر بيركبوا الصمام من الخنازير وبياخدوا الانسولين من الخنزير. الانسولين اللي بتتعالج بيه حضرتك، ايوه اللي انت قاعد يا اللي مربي دقنك، الانسولين اللي انت بتاخده الصبح ده من الخنزير. ايوه امسك دقنك كده تاني، وقف استخدام الانسولين هتموت. انا مش هتكلم عن مرسي، المرسي ما خدش سنه، ما لحقش الراجل يشم نفسه يعني، ولو اني انا برفض الحكم الاخوانجي، لان انا عايز حكم مدني ما فيهوش دين خالص 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 دين، لا لا مسيح ولا مسلم يحكم، اقصد ما يحكمش بمنهج ديني مسيحي او بمنهج ديني اسلامي، يحكم بمبادئ قوانين حقوق الانسان. سيسي يا خرابي، يا خرابي على السيسي، يا خرابي على السيسي، شكافوري على حق، شكافوري على حق، والإيفوريا على حق، والكذب على حق، والنصب على حق، على حق على حق، نصب على حق، هو في نصب على حق؟ هتجننونا معاكم. قال لك ايه؟ يكذبون بكل صدق، يكذبون بكل صدق. طيب عشان لما اجي اتكلم عن عن لما اجي اتكلم برضو عن الحكومه واللي بيتم في الحكومه وكلام من ده، في حاجات لما بلاقيها ايجابيه ما بعترضش عليها. بمعنى ايه؟ يقول لك فرضوا ضريبه 27.5% على كل من يزيد دخله عن 800,000 جنيه سنويا. صح، دي مش وحشه، دي مش وحشه. يعني هقول لك حاجه، ودي في كل الدول على فكره، كل ما يزيد راتبك كل ما 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 ما, ما, ما تزيد ضريبتك. بمعنى ايه؟ يعني كمثال حتى في دول اوروبا، الطبيب ليه 40 ساعه مثلا، المفروض الفول سايت اللي هو الوقت الكامل 40 ساعه، جزء من الوقت 30 ساعه، فممكن الطبيب يشتغل 30 ساعه او ممكن يشتغل 40 ساعه. ال 40 ساعه الفول سايت الوقت الكامل، وال 30 ساعه ده جزء، لكن افرض الدكتور اتضغط في الشغل وعايز يشتغل اكتر من 40 ساعه، هياخد نبطشيات اكتر، النبطشيات هتجيب له فلوس. لو اتحطت النبطشيات فوق ال 40 ساعة تزيد الضريبة بتاعته، فممكن يكش، ولو اشتغل 60 ساعة يلاقي نفسه بيقبض مرتب ثلاث ارباع ال 40 ساعة، يبقى لو اشتغل أكتر بيزيد. طب يعمل إيه؟ عشان ياخد مرتب كويس يعمل إيه؟ لو اشتغل في أسبوع، كان في ضغط واشتغل في أسبوع 24 ساعة زيادة، ياخدهم اجازه من الوقت اللي بعديه عشان تتخصم له من الشغل، ياخدهم اجازات الزياده عن ال 40 ساعه، ياخدها اجازات عشان ياخد المرتب.
يبقى مبدأ ان كل ما تزيد شريحتك في الراتب تزيد ضريبتك، ده موجود في اوروبا وده مش عيب، ده مش عيب. فانك انت تفرض ضريبه 27.5% عن من يزيد دخله عن 800,000 جنيه، لا ده انا معاك، بس يا ريت تقلل الضريبه على اللي مرتبه يعني 8,000 في الشهر او حاجه زي كده، عشان يعرف ياكل عياله، عشان يجيب لهم بدل ما يجيب لهم رجل فراخ يقدر يجيب لهم حتى جناحات فراخ، جناحات فراخ. يبقى ضريبه 27.5% على اللي يزيد دخله عن 800,000 جنيه سنويا مش وحش، مش وحش، كويس. ويا ريت عن كله بقى، كل اللي في الملايين يدفع، ويدفع 40% كمان. يعني افرض واحد بيقبض 4 مليون في السنه مثلا، لا يدفع 40% من 27.5%، ده عدل على فكره، ده مش عيب، خلي الناس تعيش كمان، خلي الناس تعيش وبراحته. الموضوع التاني برضو ان شركه بيراميدز الكاوتشوك ابتدت تعيد، يعني ابتدت تنتج كاوتش مصري جميل. 1,000,000,000 مبروك، 1,000,000,000 مبروك، وعقبال يا رب مصنع النسر كمان، لان النسر كان احسن كاوتش مصري، كان احسن كاوتش مصري. فيا ريت كمان نرجع النسر، ويا ريت زي ما قلت مثلا اسنا يتعمل فيها مصنع صلصه، اسنا اللي هي زراعه الطماطم فيها يتعمل فيها مصنع صلصه، ونرجع القطن طويل التيله، ونستصلح في الصحراء ونزرع قمح ونزرع رز. عندنا ميه كتير دلوقتي موجوده، الميه لسه ما نشفتش، لغايه قبل ما تنشف نزرع، نعمل مصنع سلمون وسردين، ها التماسيح اللي في ابو سمبل، بحيره ابو سمبل، ها جلودها ونصدرها، ها نصيد سمك عندنا امكانيات. ميسي، انا ليه بحب السعوديه اليومين دول؟ يعني زي ما كنا بنقول يا جماعه السعوديه صدرت لنا الوهابيه، السعوديه عملت وسوت وسوت، لازم زي ما بنقول كلمه النقد نقول كلمه الحق. السعوديه دلوقتي ابتدت تنهض، وابتدت تتطور، وابتدت على قمه التنوير. أنا هنا في أوروبا شفت إعلان ميسي، ميسي اللاعب ميسي عارفينه؟ اللي داق الصليب على كتفه، عامل إعلان في التلفزيونات الأوروبية عن السفاري السياحية في السعودية. طالع هو وعامل سفاري في جبال السعودية. شوف السعودية استفادت إزاي من ميسي؟ عمل كام إعلان وبيوزع دلوقتي. دلوقتي الناس هتطلع تعمل سفاري في السعودية. طب وإحنا؟ ده إحنا عندنا جبال، وعندنا أنهار، وعندنا صحراء جميلة، وبنقتل السياحة، بنطلع دين أم السائح لما يجي، ونقول له داخل بكام وطالع بكام، ونكفر دين أمه، ولو ماسك كاميرا نطلع أمناء الشرطة وراه يمسكوا منه الكاميرا، عشان دولة فاسدة، شيكافاريا، شيكافاريا.